السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو حول الاستفادة من الانفيرتر بالامبيرية، لان احنا عندنا مرات اكو شخص يعني ساحب امبيرية من مولد خارجي، ممكن ساحب له 4 امبيرات او 5 امبيرات. فهنا في حالة اذا هو ماك وطنية عنده وعده ساحب من مولد خارجي 4 امبيرات 3، او جاره ساحب من جاره او من صديقه او من اي مكان، فهنا هذا الانفرترات احنا عندنا بصوره عامه كل الانفرترات الموجوده بالطاقه الشمسيه تحتاج الى شحن عالي، يعني ممكن تحتاج الى 5 امبيرات يلا تشحن البطاريات. فشلون هنا نقدر نستخدم البطاريات، وشلون نقدر نستخدم هنا عندنا اقل امبيريه بحيث تشحن لي البطاريات، يعني نستفاد من اقل امبيريه تمشي لي شغل يعني. فالطريقه كالاتي، مثل ما شفنا هذا الانفرتر الذكي الحديث، وشرط هذا يكون بالأجهزة الحديثة، يعني مو الأجهزة العادية، الحديثة لازم تكون، الانفرترات اللي تكون هي جيدة ومناشيها جيدة. فهنا تجي تختار عدد الأمبير اللي تشحن به البطاريات. بس مثل ما تشاهدون البرنامج هنا مالتنا، تشاهدون البرنامج حاليا شحن من الكهرباء ينطل لهذا. هنا عندنا الفولتيات موجودة حاليا، احنا هسه حاليا بنستخدم شحن الوطنيه الفولتيه والامور ذن المعلومات البرنامج. نجي على الانفرتر. هنا انا بالانفرتر شو نسوي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الاعزاء. موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا في أمور الكهرباء اللي إحنا حالياً نعاني من عندها معاناة كل شديدة. الفقرة المهمة الرئيسية، من تشتري إنفيرتر شمسي لازم تكون مواصفات الإنفيرتر مواصفات عالية وتعطيك فوائد هواية. من ضمن المواصفات العالية اللي بيها لازم يكون محمي ضد تيارات الكهرباء العالية، الفولتيات العالية، محمي ضد الحرارة والأمور، بإمكانية أنه تختار عدد الأمبيرات الشحن، بإمكانية أنه تقدر تركب له عدد ألواح أكثر من مثلاً من 10-15 لوح، الفولتية مالته مثلاً من 150 فولت إلى 400 فولت، نظام الـ MPPT مو WPM، لأن الـ WPM يكون نظام قديم، نظام الـ MPPT يكون نظام حديث، يكون يدعم نظام الشحن الذكي وتتبع الشمس يسموه عندك الـ Power Tracking System. يعني هواي أمور بالإنفرتر لازم تختارها. اليوم موضوعنا هذا مهم حول الانفرتر، وشون نقدر نقسم الانفرتر وشون نقدر نشيك هاي الفقرة. عندنا فقرة مهمة اليوم، فقرة مهمة اليوم بالانفرتر اللي هي تختار عدد الامبيرات المولدة. ندخل على المنيو نختار رقم القائمة رقم 11، ندخل على المنيو نختار رقم القائمة رقم 11، نختار قائمة 11، من قائمة 11 نختار عدد الامبير اللي انت تريد تستخدمه. لو عندك مولد خارجي تستخدم 2 امبير، لو عندك مولد خارجي استخدم 2 امبير او 10 امبير. ال 2 امبير هنا نص امبير وطني، وال 10 تقريبا امبير وشويه. فانت لو فرض انت تاخذ من جارك او من خطك اللي ساحب الوطني المولد من بيتك، اذا ساحب ما تتاثر على بقيه الاجهزه، او ساحب من اهلك او من جارك او من اي احد، تختار 2 امبير او 5 امبير. لو تلاحظون هسه حاليا هنا احنا اختارين 2 امبير، راح نضغط عليه اوكي وراح نشوف انه ايش قد يسحب 2 امبير. تشوفون هسه حاليا ال 2 امبير بعد ما اختارين 2 امبير او اختارين 10 امبير او 20 امبير، المهم هنا انت تتحكم بالعدد الامبيريات اللي انت تريدها، يعني تتحكم بعدد الامبير اللي تحتاجه. مثل ما تلاحظون هسه قدامكم الان احنا اختارين امبير معين، تشوفون الفولتيه الموجوده عندنا هسه حاليا. هسه انا دا اسحب يعني مثل ما تشاهدون 350 450، يعني شنو اختاريت انا؟ تقريبا 10 امبيرات. فهنا اختاريت انا تقريبا 10 امبير دي سي يساوي امبير واحد وطني. فصار عندي شحن المولد انه بديت اخذ من 1 امبير من المولد الخارجي. هنا اقدر اشحن به بطارياتي، وهنا تقدر انت تزيد الامبير وتنقص الامبير من خلال البرمجة الانفرتر. تقدر تحصل امبير اعلى امبير اقل. تدخل على قلنا على القائمة اللي هو حاليا مثل ما تشاهدون وصل هسه الضغط مثل ما تشاهدون 1.5 كيلو واط. هذا هنا في حالة إذا أنا عندي وطنية برمجت الانفرتر أنه ياخذ 50 أمبير، هنا 1.5 كيلو واط أو 2 كيلو واط أو 2 إلا ربع حاليا الثاني دا أسحب من الوطنية.
لكن في حالة إذا أريد أسحب من مولده ممكن يخلي هذا الرقم، لأن هذا الرقم معناته أنه إذا ساحب 4 أمبير جاري جاي راح يطفى ومشغل ويعني أخذ من نص أمبير ما ترحم، فلازم أنه أقل الأمبيري، وهي مو موجودة بالإنفرترات البقية بس بالحديثة، فضروري أنه تتبع هاي الطريقة أنه تأخذ. هسه حاليا مثل ما تشاهدون عندنا الفولتية موجودة، راح ندي ندخل على الواطية. هسه حاليا 63 واط، 63 أمبير، 175 يعني كيلو وثلاثة أرباع الكيلو، يعني كيلو وين إلا ربع إحنا مستهلكين من المولد من الوطنية. انطفت عندنا الكهرباء الوطنية هنا فرضا وشغل أبو المولدة وتي تسحب أنت من المولدة، فهنا في الطريقة تروح على الإعدادات على رقم خيار رقم 11. أنا مختار 60 شان وطنية، أريد أسحب من جاري نص أمبير أو أمبير، فأجي أخفض الأمبير أسوي 2 أمبير، أسوي 2 أمبير عمود أبدي أسحب شيء بسيط. راح تشاهدون السحالية 107 واط، 107 واط أنا دا أسحب السحالية، يعني تقريبا نصف أمبير من المولد الخارجي مال جاري أو صديقي أو جيراني. فهاي الفقرة هنا تفيدنا في حالة إذا أريد أني أسحب يعني من جاري وأقول أنطيني نص أمبير أشحن بيه بطارياتي أو أمبير عم تمشيني، يعني ما أقول لك تشحن شحن سريع بس، وأنه ما تمشيك وتغذي البطاريات وتنعش بطارياتك. هسه شاهدون 4 أمبير دي سي لتعادل نصف أمبير وطني، نصف أمبير تيار وطني اللي هو الأي سي. إحنا السحالين ساحبين، سحبنا هنا دي مشينا للبيت. أما إذا أردت مثلا أسحب أكثر من نص أمبير أدخل على الإعدادات رقم 11 ما شاهدون قدامكم، رقم 11 أحول أصعد من 2 أمبير أسوي مثلا 10 أمبير أو أسوي أكثر من 10 أمبير حسب الاحتياج مالتي. لو اختارت هسه 10 أمبير شاهدون الأربع أمبير راح تصعد، الأربع أمبير راح تصعد عندي، راح تصير 8 تصير 10 راح تصير عندي 11 أمبير، 11 أمبير دي سي لتعادل 1 أمبير وطني. الآن تشاهدون قدامكم 11 أمبير لتعادل 1 أمبير وطني اللي تعادل بالواطية تقريبا 295 واط، 295-297 واط. هسه راح نشوفكم الواطية الاستهلاك شلون يصير قدامكم، مثل ما تشاهدون حاليا الواطية 11 أمبير، شوفوا 295 واط أو 300 واط. إذا أنا هسه حاليا ساحب 1 أمبير من جاري أو من التيار اللي عندي بالبيت وما مأثر على بقية الأجزاء، بحيث شاحن من البطاريات من بالإنفرتر بواحد أمبير، وهاي الخاصية قلنا لكم ما متواجدة في إنفرترات البقية. فهذا الأمر ضروري جدا، إحنا إذا أردنا نزيد كذلك رقم 11 نزيد الأمبيرية. لو فرضا أنا هسه عندي مولدة جتي وطنية راح أسحب 50 أمبير، أريد أسحب أعلى، فأنطيت 50 أنطيته أوكي، بدأت تصعد عندي 350، بدأت تصعد عندي 400-500، توصل إلى 1.5 كيلوات أو 2 إلا ربع، لأن شنو لأن أنا قلت لهنا بأنه وجدت الوطنية فأقدر أغير. هذا الخيار تختاره في حالة أنت ذا وطنية مثلا طبعت عندك وجارك عنده مولدة أو ساحب مولدة أو بيت أهلك أو أنت وما تريد تأخذ أكثر من نص أمبير أو أمبير واحد، تتفق يا تقول أنطيني أمبير واحد وأنا إن شاء الله عوضك بيه، أو أنت جاري يعطيك واحد أمبير يمشيك يقول لك بس تأثر عليه، راح تقول له واحد أمبير أو نص أمبير ما راح أثر عليك وراح يمشحن بطارياتك. فهاي العملية لازم تختار الإنفرتر اللي بيه هاي التقنية، ضروري تختار هاي الأمبيرية وهاي التقنية موجودة عندك بالإنفرتر الحديث، ولا تشتري حول الإنفرتر ما بيش إمكانيات وبعدين راح تتأذى، وراح إذا اشتريت العادي ما راح تستفاد من عند الشاهدون. هسه 53 أمبير أنا ساحب، 53 أمبير ساحب داعش حن بطارياتي عندي وطني حدود الكيلو ونص، كيلو ونص واط. فلما تشتري إنفرتر اشتري إنفرتر بإمكانيات عالية متقدمة عم تحمي بنفسك وتكون أنت بالسيف سايد وتكون أنت اختاريت هذا. مثل الشاهدون هذا الجهاز البرنامج اللي داعش طول به هسه حاليا يعطيني استهلاك الإنفرتر والواطيات والأمور الأخرى. ضروري جدا تشتري إنفرتر حديث، والإنفرترات هاي ترى ما تتجاوز أسعار الحديثة من 400-350-400 دولار إلى 700 دولار حسب القدرة والإمكانيات بالإنفرتر. ضروري إخواننا إجا الصيف وإحنا العراقيين يعني متأثرين بالكهرباء كثير، ذلك أبو المولدة يعني مرات واحد مشترك على الطاقة الشمسية ما مشترك على المولدة، مشترك على الطاقة الشمسية لكن مرات تطفى الكهرباء عنده 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات يوم كامل. تقدر أنت تستخدم نص أمبير أو أمبير تشحن ببطارياتك، لكن بالإنفرترات القديمة
ما تقدر تقوم هذا العمل. لذلك ضروري جدا انه تختار الانفرتر بي الامكانيات اللي هي تخدمك بهيك مثل هاي الامكانيات. واحدة من هاي الامكانيات اللي احنا نعرضها لكم اليوم واللي هي امكانية تحديد عدد الامبير لشحن البطاريات، يعني امكانية تحديد قدرة الامبيريات اللي تغذي بها الانفرتر على مود يشحن لك بطارياتك. وهاي موضوع اليوم هو موضوع جدا مهم وجدا ضروري للطاقة الشمسية. وهاي احنا الايام الجاية راح تجينا الصيف وراح نتعاني من معاناة الكهرباء، لذلك لازم نختار انفرتر جيد بهاي الامكانيات، حماية الفولتية العالية، حماية من الفولتية الواطئة، من الاقطاب قلب الاقطاب البطارية، حماية بي اذا كان عندنا حماية من البارد المشترك وعكس البارد المشترك هم لازم بتكون هاي الحماية او نسويها احنا الحماية. وكذلك هواية من الامور من ضمنها عدد اختيار عدد امبيريات المولد او عدد امبيرات الشحن. ممكن انت مثلا ما تتحمل الشحن اكثر من 10 امبير او 20 امبير وطني، ممكن انت تختار لك نص امبير او امبير او 5 امبير حسب القدره اللي تريدها انت. هذا موضوع اليوم كان موضوع الشحن، وعندنا شكو بعض مواضيع جديده ان شاء الله راح نقول لكم اياها اي شيء جديد راح نعرض عليكم. بس كان هذا موضوع اليوم موضوع مهم جدا جدا بالنسبه للاشخاص اللي مشتركين بالمولدات واللي ماخذ امبيرين وثلاثه او امبيرين مولده ويقول لك انا اشحن بيه الانفرتر. في حاله اذا اختاريت انفرتر مو صحيح مو مضبوط وما بيك امكانيه فما راح تفيدك الامبيرين ولا الاربع امبيرات ولا الخمس امبيرات، وراح يفصل عندك الجوزه تنزل وراح تبقى تخليها فقط على الانفرتر وما تستخدم البيت كله وتنزل الجوزه وراح تعاني. لذلك اختار انفرتر يدعم الامبيريات البسيطه جدا وتبي امكانيه تحديد الانفرتر. هذا موضوع جدا مهم ونرجو ان يكون هذا الموضوع تاخذوه محمل جد، وانه لما تختارون منظمات الانفرتر تختارون هاي الفقره لان هي هاي مهمه جدا. وان شاء الله احنا شكو امور جديده راح نكون نتابعها وياكم وراح نعطيكم اياها، وريدكم تكونوا انتم بالسيف سايد بالجانب الامن، وان شاء الله انه نعطيكم شيء افضل وافضل، وان شاء الله يكون وفقنا بهذا اليوم. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، أكو مسألة مهمة جدا لازم يكون يعني تراعيها عند شرائك إنفرتر اللي سولار إنفرتر. هي مسألة مهمة جدا هي قراءة معلومات الإنفرتر. مو كل إنفرتر هو إنفرتر يعتبر أنه جيد، وهذا أكو هواية مزايا بالإنفرتر إحنا يمكن نجهلها، لذلك لازم تكون على بين بهاي الأمور. من المزايا المهمة جدا اللي لازم ننتبه لها، اول فقره احنا نعوف الانفرتر فوق المكتوب الكتابه، فوق الانفرتر تشارجر الموديل هذا لونه ما لونه والشركه والحراره ويشتغل بين حراره ما. نجي على المواصفات اللي تحت السريال اللي هو الانفرتر مود. هنا مثل ما تلاحظون عندنا الريتد باور 3000 اي في يقابل 3000 واط. هذا اذا قريت شيء امكانيه بالانفرتر 3000 معناته انه هذا الانفرتر يشتغل باور فاكتور 1 بالواحد باور فاكتور مالته يعني جيد. بالاضافه الى دي سي انبوت 24 فولت، هذا بطاريتين هذا 24 فولت. بالاضافه الى مساله ثانيه انه الماكس 60 امبير والديفولت 30 امبير، يعني هذا يشحن 60 ويشحن 30، هذا هم لازم تختاره يشحن 60 و30. 24 فولت هذا 48 حسب استخدامك انت، لكن يفضل يكون 3000 اي في قابل 3000 واط. بالاضافه الى انه مساله اخرى ثانيه الريتد باور اللي موجوده عندنا هنا جوا السولار تشارجر مود 1500 واط، معناته انه هذا يشيل كيلو ونص الواح شمسيه، يعني يشيل اكثر من اربع الواح شمسيه اذا على 300 واط او 350. لذلك لازم تنتبه لهذه الفقره انه اذا اردت انت تاخذ امبيريه تعطيك بالصيف مباشر من الشمس فتختار هذا الرقم، اذا تحتاج انت اكثر من 5 امبيرات فتحتاج تخلي هذا الرقم تزيد الرقم، يعني ما تاخذ هذا 1500 تاخذ 2000 2500 3000، وكل ما يكون اعلى يكون افضل. صح يكون السعر اغلى شويه مو هو يعني نقدر نقول فد 100 150 دولار، لكن يكون افضل الواح اكثر عدد الواح. مثل ما تشاهدون هنا الفولتج رينج اللي هو الاوبريشن فولتج رينج من الخلايا الشمسيه يشتغل من 30 الى 115 لحد 145 حد 145 هذا الماكس مالته. فهذا يعني كل ما يكون افضل اكثر كل ما يكون افضل. المهم يعني حتى هذا يشتغل عندنا اوكي، يعني هذا تقدر تربط ثلاث الواح توالي والبقيه توازي، ثلاث الواح توالي والبقيه توازي، يعني 30 فولت الخلايا الشمسيه تقدر تربط ثلاث الواح الى 115 فولت القدره القصوى. ذني كل المهمات بشراء الانفرتر اللي هي لو فريكونسي والهاي فريكونسي. بالنسبه للي يستخدم اللو فريكونسي هذا فقط اللي عنده مثلا احمال
مثلا أجهزة مطورات، مطورات بها قوايش، مصاعد ومصاعد، أمور أخرى، أجهزة تكييف أكثر يعني من جهازين ثلاثة، هذا يحتاج لين يكون يأخذ اللو فريكونسي. أما الاستخدامات العادية شغلك ثلاجة، غسالة، مبردات، مكيف واحد طن مثلا، أو أجهزة بيت عامة، يعني يأخذ الهاي فريكونسي. اختار أنه الانفيرتر بإمكانيات مثلا واي فاي، بإمكانيات الإيكولايزيشن، غسل البطارات الحامضية المحلول، إذا عنده بطارات محلول هاي مهمة غسلها. يكون الانفيرتر أمبيريته عالية، الماكس مالته 60 أمبير وأكثر، يكون عدد الألواح مالته أكثر، يكون الجهاز حديث. الانفيرتر الوراء مثل ما شاهدوا هذا 5 كيلو واط 48 فولت 60 أمبير 30 أمبير نفس الشيء، 3000 واط يشيل يعني 3 كيلو واط، يشيل 3 كيلو واط خلايا شمسية 3 كيلو واط 48 فولت، الحدة 145 فولت. هذني معلومات مهمة وثابتة عندنا بالإنفرتر، يعني هذا 48 نفس المعلومات الأول اللي شرحنا عليه، بس هذا 48 فولت أربع بطاريات، هذا 18 أمبير. نجي إلى الملاحظة الثانية اللي هي مهمة بهذا الإنفرتر، راح أشرح لكم عليه وتكون هذا شوي مختلف عن هذا. شو الفرق هنا؟ 3000 أي في يقابل 2400 واط، الفرق هنا الباور فاكتور أقل هنا صح، بس شنو الفرق عندك بالأفضلية؟ الأفضلية وين تكون؟ تكون الريتد باور 4000 واط، يعني يشيل ل 4 كيلو واط، والفولتية مالته يبدي من 120 إلى 450 فولت الام بي بي تي. هذا شوفوا قلت لكم هذا نظام الام بي بي تي فولتج رينج من 120 إلى 450 فولت، الفرق عن البقية، فهذا يكون أفضل. وإذا كان هذا من 120 إلى 450 فولت والريتد باور مالته فوق الريتد باور 3000 اي في قابلة 3000 واط يكون أفضل شيء أكيد، لكن شيء أكيد أكو أفضلية بمكان وأكو قسم ما بي. المهم يعني هذا حسب السعر، وكل ما يكون 2000 و3000 اي في قابل 3000 واط يكون افضل شيء اكيد، بس يكون سعره يختلف. الباور فاكتور يكون مالته واحد او 3000 واط، هذا الباور فاكتور اقل من واحد، يعني 0.8 0.9 او 0.8. هنا الفرق شيء 4000 واط بس يشتغل خلايا شمسيه من 120 الى 450 فولت. ضروري انه تاخذ الانفرتر، ضروري جدا تاخذ الانفرتر يتحمل عدد الالواح هوايه، عدد الالواح الهوايه المتمثله هنا بالريتد باور 4000 واط يعني 4 كيلو واط، يعني هذا يشيل 16 لوح شمسي، هذا تقدر انت من الشمس يعطيك كهرباء مباشر بدون ما تستخدم بطاريات. هاي فائده الالواح بفصل الصيف وبالشتاء، الانفرتر ضروري يكون الواح يتحمل هوايه، لان هو الانفرتر عاكس، فاذا اختاريت الالواح هوايه مالت عاده راح يقدم لك هوايه امور وخدمات، لذلك تنتبه انه يكون 4000 واط ضروري جدا انه يكون يتحمل عدد واحد اكثر من يعني من القدره عمود يفيدك بالصيف. مثل ما شلون شاهد هذا الانفرتر عندي بالبيت، شاهد هذا 3200 اي في 3200 واط، هذا من 120 ل 450 فولت، هذا الانفرتر 80 امبير من 60 من 30 الى 80 امبير اعلى، هذا عندي بي واي فاي، بي شغلات امور اخرى، بي هواي امكانيات من ضمنها يتحكم عدد الامبيرات، يعني اختاريت هذا الموديل اللي هو موديل جيد وسعره ما يتجاوز ال 400 دولار، يعني بامكانيات كلش عاليه، يتحمل امبيريه عاليه من 30 الى 80 امبير، ام بي بي تي وهذا مهم جدا، يتحمل عدد الواح 4 كيلو واط من 120 الى 450 فولت، بعمليه تحديد الشحن، كثير من الامور، بايكولايزيشن عمليه غسل البطاريات الحامضيه، مهم جدا هذا. وفي الختام ضروري انه تشتري الانفرتر يكون بامكانيات عاليه على مود يخدمك بالصيف وبالشتاء. الانفرتر اذا ما اخذته بامكانيات عاليه ما راح يخدمك وسعره يكون فرق قليل وراح تتاذى، ذلك اخذ الانفرتر كل مواصفات هاي بي، يتحمل عدد الواح مهمه جدا، الواح عدد الواح كلش عاليه، ويتحكم باميرات الشحن مال الامبير، وهاي الامور ضروري انه لازم تنتبه لها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.